موضوع أفارقة في جزائر واو ماهيا خطة يهود في هذا أمر سأبد موضوع إلى كل شخص يحب جزائر ويحب استقرارها وليس إلى شخص جاهل يقول أن هذا عنصرية بسم الله خطة اليهود هي إغراق جزائر في 6 مليون إفريقيا وكيف ذلك سيبدأ الأفارقة في قدوم يوم بعد يوم بألاف ويكونوا جماعات وينخلطون مع شعب الجزائري وعن إذا كثرت وفارقة في جزائر سيكون من صعب أرجاهم إلى أراضيهم وتحصل منوشات مع أفارقة وشرطة وشعب نقطة فهم صاروا قوة فلا يمكن طردهم بسهولة وعندها تبدأ خطة اليهود في التدخل باسم حقوق الإنسان وأطفال وتمنع جزائر من ترحيلهم وإذا استمرت الجزائر في ترحيلهم ستدخل أمريكا لجزائر باسم الإنسانية وتحاول نزع دولة جزائرية كما فعلت مع العراق سبقا إما إذا لن تطردهم الجزائر فسوف تدخل الجزائر في فقر كبير بسبب تقاسم العمل مع جزائريون ومع علم أن عمل في جزائر هو غير متوفر بكثرة ومن ثم كذلك سنارة ظاهرة هجرة غير شرعية إلي أوروبا وسوف تكثر نسبة هجرة ب50% أكثر بسبب فقر وعدم وجود فرص عمل للشباب إما بالنسبة لبناتنا سوف تكثر عنوسة بكثير بسبب هجرة شباب وفقر ومن هذا نستنتج أن خطة غرب نجحت في تدمير دولة أخرى بمجرد استخدام عقلهم الجزائر ليست بلد قادر على استقبال اللاجئون فهي بحد ذاتها شعبها محتاج فنطلب من دولة أن تقدم لهم مساعدات في بلدانهم أو بناء مخيمات للاجئين في جنوب جزائر وتقدم لهم أكل وشرب ودواء إلي أخره شارك فيديو وشكراً.